عايزة أتوقف معاكم سريعا كده من غير تعليق كتير، بس كده على امتحانات القسم الأدبي في الثانوية الأزهرية. كانوا بيمتحنوا فرنساوي النهاردة، وكانوا بيقولوا إنه يعني امتحان صعب، وكان عندهم سؤال: ماذا يأكل الفأر؟ يعني ويعني يكلموا كمان عن سؤال عن كيكة التفاح. فمش فاهمة يعني مش فاهمة يعني سؤال في الفرنساوي: ماذا يأكل الفأر؟ الناس بعد بتقول هو بياكل الجبنة، ولا بياكل فضلات الطعام، ولا بياكل، أنا ما أعرفش أصل الفأر بياكل إيه. وبعض الطلاب قالوا إن الامتحان صعب، فيه تركات ما كانش مباشر، هو المطلوب يبقى فيه تركات مش المطلوب يبقى مباشر، وإن الوقت كان قصير، ويعني يعني كان فيه يعني كلمات صعبة جديدة. بعض الطلبة قالوا كان في كلمات صعبة وجديدة في الامتحان، وقالوا انه الامتحانات تقريبا اللي احنا عملناها كانت صعبة جدا وما كانتش مباشرة، وتعبنا جدا منها. يعني بدون تعليق يعني. طيب معنا دكتور تامر شوقي، استاذ علم النفس التربوي. بس اول حاجة عاوز اعرف من حضرتك، هو الفار بياكل ايه؟ اهلا بك يا استاذ انجي، واهلا اهلا بكل الساده بحضرتك. المشاهدين. الفار بياكل ايه بقى؟ جبنه زي ما بنشوف في توم وجيري، ولا بياكل فضلات الطعام، ولا هو ايه السؤال ده اصلا؟ ما هي دي بقى الاشكاليه في هذا السؤال. تمام، في التقييم التربوي اصول يا فندم، لما نحط اي سؤال ايه تبقى الاجابه هدفه؟ بيبقى ليه هدف طبعا، بتبقى الاجابه بتاعته محدده ومعروفه مسبقا. وما دام السؤال اثار اللبس بين الافراد، ده معناه وبين الطلاب، ده معناه فد المثال ده بنسميه معيب او فيه خطا. خلي بال حضرتك، انا عايز اميز في البدايه بين حاجتين. هل ممكن يكون يعني بيقيس مستوى تحصيل الطالب للغه مثلا؟ لا فد، انا جاي لك بقى في الكلام. انا عايز اميز في الاول بين حاجتين، بين امتحان تحصيلي للطلاب زي امتحانات اخر السنه بتاع الثانويه الازهريه او الثانويه العامه، وبين اختبار الذكاء. الامتحان التحصيلي يا فندم ايوه، معناه ان هو امتحان في اختبارات الذكاء دي كوم، دي حاجه، بالظبط وامتحانات كده، اللي هي ثانويه عامه، اعداديه، تانية ثانوي، يعني امتحانات نهايه العام كوم تاني، حاجه تانية. مش احنا مش بنعمل اسئله بتقيس عبقريه الطالب. تمام. لا وكمان في نقطه تانية يا فندم، الاختبار اللي احنا بنعمله الطلاب او امتحان اخر السنه ده لازم يكون مرتبط بمحتوى او منهج دراسي سبق ان درسه الطالب، بس لازم برضو يكون في حاجات يعني يستنتجها من المنهج، مش أكيد لازم يا تكون فندم. حرفيه من المنهج، لكن لازم يبقى في تريكات وفي استنتاجات علشان برضو نقيس مستوى الطالب المرتفع. ما انا جاي لحضرتك في الكلام ده، ما يمنعش ان انا لازم اجيب افكار جديده، وبالذات في اللغه لازم اجيب كلمات جديده، بس اين موضع هذه الكلمات الجديده؟ تمام؟ وكيكه التفاح اين موقعها؟ ما انا جاي لك بقى في الكلام، فين يا فندم هنا الاختبار؟ خرج من سياق الاختبار التحصيلي الى اختبار الذكاء. خلي بالك، اول حاجه في اول اختبار المطبخ بقى كيكه التفاح. بالظبط يا فندم، أول إشكالية في هذه الأسئلة، أول حاجة إن هي بتخرج عن خبرة الطلاب ديت، الطلاب دولت ما عندهمش خبرات بهذه الأسئلة. تاني حاجة يا فندم، المعرفة بتاعتها ليست معرفة عامة، لكن معرفة تخصصية، بمعنى إن الطالب قد يكون عارف كل بدائل الإجابة على هذا السؤال، أو عارف كل الكلمات اللي يمكن يستخدمها في الإجابة على سؤال كيكة التفاح، لكن هو ما يعرفش الإجابة نفسها، دي عايزة حد متخصص في البيولوجي أو الأحياء. فهنا السؤال يا فندم ينفع في مادة البيولوجي، الطالب هنا بيبقى دارس وعارف الحيوان ده بياكل إيه، والحيوان الفار دايما أو معروف إن هو من القوارض، القوارض معناها إن هي بتاكل أي حاجة. نفس الشيء بالنسبه لكيكه التفاح، هنا السؤال كمان يا فندم الاجابه بتاعته غير محدده، طب انا بسال تكلم عن كيكه التفاح، طب هتكلم عنها من اي ناحيه يا فندم؟ هل من ناحيه مزاياها، ولا من ناحيه مكوناتها، ولا من ناحيه كيفيه اعدادها؟ فهنا الاجابات هتكون مختلفه، انا كمصحح هصحح على ان اجابه، يبقى هنا السؤال مشكلته يا فندم ان هو كان غير محدد الاجابه. السؤال ولو البنات مثلا هيبقوا شاطرين شويه في المطبخ، مش كلهم صحيح. بس يعني شاطر، فالولاد مش هيبقوا عارفين اي حاجه يعني عن كيكه التفاح غير ان فيها تفاح. بالظبط يا فندم، وخلي بالك كان الامتحان ده الشعبه الادبيه، والشعبه الادبيه بعيده تماما عن ناحيه الاحياء وناحيه البيولوجي، فده هيصير عندهم مشكله اكبر في الاجابه على هذه الاسئله. واقول لحضرتك حاجه كمان،
يمكن الطالب هنا دي مشكلة عامة في أسئلة الاختيار المتعدد اللي جه فيها السؤال بتاع ماذا يأكل الفار. هنا الطالب يمكن يكون عارف كل الإجابات الصح. هو الفار إيه؟ يعني ماذا يأكل الفار دي تخصص بيولوجي ولا تخصص إيه؟ أحياء في الغالب يا فندم، علوم. ما أعتقدش أحياء، الأحياء ما كناش بندرس فيها الفيران ولا إيه؟ ما أعرفش. أيا كان يعني الناس اللي هم بيدرسوا الأحياء هي اسمها أحياء. هم بيدرسوا الفيران فين يا جماعة؟ في أوضة الفيران. هم بيعملوا تجارب خدمة مع الفيران. بس عايز أقول لحضرتك معلومة مهمة جدا يا أستاذ إنجي، خلي بالك من النقطة اللي هقولها دي. دلوقتي يمكن طالب يكون عارف كل الكلمات او كل البدائل الاربعه وترجمتهم وما يعرفش يجاوب ويجاوب غلط. طالب تاني مش عارف اي اجابه وبالصدفه يختار الاجابه الصح. اذا هذا السؤال يا فندم خرج عن نطاقه واصبح لا يقيس بشكل حقيقي مستوى الطالب. فهنا السؤال بكل حال من الاحوال، انت شايف ان الامتحان بالطريقه دي لا يقيس مستوى الطالب ولا يقيس تحصيل وخرج عن يعني اهدافه. اشكرك دكتور تامر شاوي استاذ علم النفس التربوي. طيب